ايه رمضان ما بقاش بنا جا رمضان كيما بكري، يعني كيما نقولوا راحوا ناس بكري راحت معاه البنا. البرامج التلفزيونية هذه والله واش راح نقول لك، جيني خرطي انا، خرطي في الخرطي كسر وبلاطوات وتكسار وصوتي واطلع وهبط ومنا. والبرامج اللي قاعدين يديروا فيها هذه كيما نقولوا انا ما نتفرجش تلفزيون ما نسمع به، ما خويا ما يديروش كاميرا كاشي وحكايات، يديروا هكا حكايات يهضروا لنا على المجتمع، الناس كيف عايشه، الناس كاينه واحد ما يرقدش، كاين واحد ما ياكلش، كاين واحد ما يفطرش. انا عندي الخبزه هناك تعرف سيبيرات من الخدمه بابليس، هذه هي الخدمه الخبزه. البرامج مانيش نتبع فيها اخوي، برامج التلفزيونيه هذه شغل ما دخلت لي من ما خرجت لي من، عندي غير الخدمه. ورمضان مبروك اخويا كاع لي زالجيريان اخويا، واليوم هنا قناه الوطنيه عندنا في قلمه مدينه وزناتي، الحمد لله اخويا ربي يهنيكم ان شاء الله اخويا.